طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا زميلكم أنس بوردة، واليوم راح أشرح لكم أو نتابع يعني محاضرة الـ probability distributions. هذا الجزء الثاني اللي لها محاضرة رقم 20، وراح أشرحها على السلايدات. فزي ما حكينا المرة الماضية عن الـ probability distributions وعرفنا فيها وحكينا عنها إيش الـ variables أنواعها، حكينا عن discrete variables اللي زي مثلا حجر النرد أو زي البطاقات، وحكينا عن الـ continuous variables زي مثلا إيش الـ time أو الـ distance، ووضحناهم وحكينا أمثلة على الـ probability distributions تاعتهم. واليوم راح نكمل على إيش موضوع الـ continuous distributions. ماشي، زي ما حكينا احنا عندنا الـ continuous probability distributions بكون الكيرف عندنا smooth، ماشي، بسبب انه الـ interval بتكون قريب الصفر، وانه في عندنا unlimited number of إيش اللي هم values. ففي عنا هسه احنا راح نتوسع اكثر في موضوع هاي السموث كيرفز، ومن انواعها السموث كيرفز هاي المنتشر كثير في علم الاستاتستكس اللي هي ايش النورمال ديستريبيوشن. ماشي، فايش هي نورمال ديستريبيوشن؟ خلينا نبلش اول شيء بالمحاضرة. اول شيء طبعا بعود اشرح على موضوع الكونتينوس راندوم فاريبل اللي حكينا عنه، انفينيت نمبر اوف بوسيبل اوت كمز او بوسيبل فاليوز. ماشي، زي مثلا هنا ايش عندنا زي خط الاعداد هذا بيمثل 24 ساعة مثلا، فانا ممكن اتجزأ في خط الاعداد هذا واضلي اتوسع فيه اكثر واكثر، ولسه بيطلع معاي واحد اكثر، فما بقدر اخذ time ك discrete values، لازم اتعامل معها ك continuous values. وحكينا عن او عن موضوع ال continuous probability distribution، انه انا ال continuous variables هاي لما بدي امثل او بدي الخصها او اوضحها، بدي اوضحها في ايش؟ في probability distribution. ماشي، وزي ما حكينا بكون ال continuous probability distribution ماله بكون ايش؟ smooth curve. تمام، هسا راح نحكي نبلش نحكي عن النورمال ديستريبيوشنز. شو من نورمال ديستريبيوشنز؟ ماشي، عبارة عن كونتينوس بروبابيليتي ديستريبيوشن زيه زي السموث كيرف بالأخير، هو أحد أنواعه. يعني أهم إشي فيه إنه أو إنه هو أهم probability distribution لل continuous variables في الاستاتستكس، يعني اكثر واحد انتشارا واكثر واحد حتلاقوه، يعني يعني ممكن تلاحظوه في الجرافس وكذا وغيره، اللي هو النورمال ديستريبيوشن. حتى لما تشوف ابحاث وشغلات زي هيك بتلاحظوا انه في كثير اشياء عندنا بتمشي على نمط ايش النورمال ديستريبيوشن. الجراف تاعت النورمال ديستريبيوشن بنسميها ايش؟ النورمال كيرف. ماشي، من اسمها النورمال ديستريبيوشن. طبعا كيف شكل عاملها بهذا الشكل، كتوضيح اكثر للشكل هذا عندنا شو خصائصه، يعني او شو اللي بيميز هذا الشكل. اول اشي اللي نعتبر انه عندنا على ال x axis عندنا اللي هم ايش؟ جميع القيم ال continuous variables اللي عندنا، فبكون عندنا عدد لا محدود من القيم. ماشي، ف بنلاقي بال normal distribution عندنا، في عندنا اول اشي خط فاصل بفصل ال بفصل الشكل، ممكن نقول جزئين، وجزئين هدول متساويين هدول الجزئين. فأول إشي هذا الخط شو هو؟ شو اللي بيمثله هذا الخط؟ هو إيش؟ المين، أو يعني زي ما بنحكيها الأفريج. ماشي، والأفريج هذا رمزه إيش؟ اللي هو ميو. فهاي أول شغلة بتميز ال normal distribution، إنه أنا عندي نقطة في المنتصف، هاي النقطة ايش؟ بتقسم الشكل نصفين متساويين. ماشي، فهو تقريبا يعني ممكن نقول symmetrical in shape. ماشي، وهاي النقطة اللي هي بتقسم الشكل لنصفين اللي هي نفسها ايش؟ المين. ماشي، وطبعا يعني مش بس المين هاي هي نفس النقطة،
في النورمال ديستريبيوشن برضو كمان بميزه انه هي نفسها نقطة المين، نفسها الميديان ونفسها المود، او لك يعني عشان معرفة يعني بالمين والميديان والمود. المين اللي هي لما احنا نجمع كل القيم ونقسمها على عددها زي ما لما نحسب معدلاتنا عاديا يعني عادي. الميديان اللي هي انا بجيب كل القيم بحطها قدامي ماشي، وباخذ ايش القيمة اللي في النص بالضبط. فانا مثلا لو كان عندي مجموعة قيم ما بهمني قديش شو هي القيم، ما بهمني ولا اشي فيها، انا بس بدي انقي نقطة في النص بالضبط. المود وهي القيمة الأكثر تكرارا ماشي، وبما انه الزد اكسس او الـ الـ او الواي اكسس نقول انه تاع الرسمة اللي هو ايش الارتفاع تاع الرسمة اللي هو بكون عبارة عن density distribution، يعني قديش انا متكرر عندي هذا العدد او هاي الفاليو ماشي. وزي ما انتم شايفين اكبر عدد، اكثر عدد متكرر او اكثر منطقة مرتفع فيها هذا الكيرف اللي هي ايش جهة المين. فبنقدر نحكي انه المين اللي هو عبارة عن مجموع كل القيم تقسيم عددها بكون هون بيطلع معانا في منتصف الشكل، والميديان اللي هو بكون عبارة عن نقطة المنتصف بين كل القيم وهو برضو بيجي بمنتصف الشكل يعني منطقيا، والمود اللي هي أكثر قيمة متكررة وإحنا شايفين أكثر قيمة رايحة عموديا، فهم نفس النقطة بس إحنا بنعبر عنها إيش اللي بهمنا مين المين، لانه هو اللي راح نستخدمه في الحسابات، ما راح نستخدم الميديان ولا راح نستخدم المود. هسه طبعا النورمال كيرف عامل شكله زي بيل شيبد ماشي، عامل شكله زي الجرس، وكمان انه سيمتريك اباوت ذا مين، يعني يمين المين كمساحة يساوي ايش شمال المين كمساحة. التوتال اريا تحت كل النورمال كيرف يساوي واحد، زي ما احنا اخذنا برضو على البروبابيليتي ديستريبيوشنز كلها انه مجموع التوتال اريا لكل الديستريبيوشن هذا بعطينا ايش واحد، وهو يعني كأنه نقول مجموع كل البروبابيليتيز بعطينا ايش برضو واحد. برضو بقول انه approaches but never touches ايش the x-axis، يعني بضلوا ماشي معانا النورمال ديستريبيوشن بس ما بلمس الاكس اكسس، بضلوا ماشي بمحاذاته ويقترب من الصفر قدر الامكان، بس انه يعني يلامس الاكس اكسس لا ما بلامسه، لانه عندنا كمان يعني عدد لا محدود من الفاليوز. هسا نيجي كمان على مصطلح ثاني مهم، حكينا اول اشي حكينا احنا عنا ايش عنا الميو ماشي اللي هي ايش عبارة عن المين ماشي، وبتكون في منتصف ايش في منتصف النورمال ديستريبيوشن. حكينا عن انه التوتال اريا تحت النورمال ديستريبيوشن ايكوالز تو 1، كل الاريا هذا اللي بالازرق ايكوالز تو 1 ماشي. نحكي هسه عن كمان اشي مهم اللي هو ايش السيجما او ايش هي الستاندرد ديفييشن ماشي. فالستاندرد ديفييشن كمن اسمها ديفييشن فهي بتوصف لنا تباعد هاي البيانات، تباعد هاي الفاليوز عن ايش عن المين. فمثلا انا لو عندي ستاندرد ديفييشن او كان عندي مثلا رسمة زي هيك ماشي نورمال ديستريبيوشن، ورسمة نورمال ديستريبيوشن زي هيك ماشي، او خليني اوسعها اكثر حتى هيك حتى تزبط معاي ماشي زي هيك. فانا عندي هنا عارف انا هذا ايش الميو او الميديان، وانا عارف هذا ايش برضو الميو والميديان، بس انا شايف هون البيانات ماشي او الفاليوز اللي على الاكس اكسس ماشي مالها متباعدة كثير، ف صار الشكل ممدود اكثر، وصارت عندنا القيم بتحاول قاعدة تهرب بعيدا عن ايش عن المين
بتحاول تهرب بعيدا عن الميو، بينما اذا كان الستاندرد ديفيشن عندي صغير ماشي، بتلاقي انه القيم بتحاول تقرب من ايش، من المين، فبتلاقي الشكل عامل زي مدبب اكثر ماشي، ومتركز حول المين اكثر. كتوضيح هسه برضو حتفهموا اكثر على التطبيق، بس انه واحدة من خصائص الـ probability normal distribution ماشي، انه انا عندي طبعا الـ standard deviation عبارة عن قيمة ماشي، هاي القيمة مثلا ممكن اخذها من على الـ x values، فانا عندي هنا ايش الـ mu تمام، اللي هي المين بلشت فيها، حسبت الستاندرد ديفيشن تاع الشكل وطلع مثلا معاي رقم معين نقول مثلا 10 ماشي، فانا اذا تحركت من الميو يمين 10 اخذت ايش اللي هو الستاندرد ديفيشن اللي هو ايش سيجما ماشي، تحركت 10 هذا من جهة اليمين ماشي، ومن جهة الشمال اتحركت كمان ايش 10 اللي هو نفس الستاندرد ديفيشن، فانا قاعد ببعد عن الشكل شوي شويه ماشي. اول درجه باخذ فيها الستاندرد ديفيشن، يعني انا بس جربت اخذ الستاندرد ابعد عن المين بقدر الستاندرد ديفيشن مره واحده بس ماشي، هاي المره الواحده ماشي ممثله بالايش، بالميو بلس سيجما، ان انا هنا المين ضفت عليه السيجما اللي هي المين ماشي، الميو ضفت عليه السيجما اللي هي الميو المين ضفت عليها السيجما، وهنا مثلا الميو نقصت منها السيجما فرحت على الشمال، هاي اول درجة باخذها من الستاندرد ديفيشن، لو رفعت منها خط على المنحنى تاعي النورمال ديستريبيوشن راح الاقي نقطة اسمها ايش انفليكشن بوينتس ماشي. شو الانفليكشن بوينتس هاي؟ زي ما انتم ملاحظين النورمال ديستريبيوشن مثلا نمشي معاه من تحت، فمثلا بيمشي معانا النورمال ديستريبيوشن بيمشي، بتلاقي انه توجهه انه يطلع لفوق باستمرار ماشي، طول ما هو ماشي وهو بيطلع لفوق، برضو كمان من الجهة هاي طول ما هو ماشي هو بيطلع لفوق ماشي، بس لما يوصل الانفليكشن بوينت خلص ببطل هدفه يطلع لفوق وبصير هدفه ايش يبلش ينزل لتحت هيك ماشي، وهنا برضو كمان ايش بلش هدفه ينزل لتحت. فهاي الانفليكشن بوينتس ماشي كاشي حسابي مش مهم كثير، بس مهم نعرف وين مكانها، ومكانها اللي هو عبارة عن لما انا اخذ من المين اخذ ستاندرد ديفيشن يمين وستاندرد ديفيشن شمال ماشي، ستاندرد ديفيشن يمين هون وستاندرد ديفيشن شمال، افهم شو هو الستاندرد ديفيشن، انه هو عبارة عن سيجما، وانا لما اعمل ميو زائد سيجما يعني انا باخذ بزيد على السيجما او بزيد على الميو اللي هي المين بمقدار السيجما، فبعطيني ستاندرد ديفيشن على اليمين، وهنا اذا طرحت بعطيني على الشمال ماشي، ولو رفعت منها خط من الاكس اكسس على المنحنى بعطيني ايش الانفليكشن بوينتس ماشي. طيب هذا بالنسبه لاول ستاندرد ديفيشن انا عملته او انا اخذته. طب لو زودت كمان مره، يعني جبت الميو واعطيتها كمان ايش 2 ستاندرد ديفيشن، يعني كمان مره بعدت بقدر ايش الستاندرد ديفيشن، مثلا انا قلت 10 هنا، هاني بدي ابعد كمان مره بقدر 10 عن الميو، وهنا برضو بدي ابعد كمان مره ايش بقدر 10، فانا مشيت بقدر الستاندرد ديفيشن، فصار عندي 2 سيجما ماشي زائد ميو لانها يمين، هنا ناقص ميو مثلا او ميو ناقص 2 سيجما لانه رحت شمال ماشي، اخذت كمان خطوه بالستاندرد ديفيشن، وبرضه ممكن اخذ كمان خطوه ماشي ميو زائد 3 سيجما، وهنا ميو ناقص 3 سيجما، ومعاي عدد لا نهائي من ايش المرات اللي بقدر اخذ فيها ايش ال انه ميو زائد كم عدد سيجما بقدر اضيف. ليش؟ لان في الاخير الكيرف هذا ما بلامس الاكس اكسس، راح يضل دائما ماشي بمحاذاته ويقترب من الصفر تمام. بس انا شو بيفيدني هذا؟ انا استفدت انه اول ستاندرد ديفيشن اخذته اعطاني ايش، اعطاني الانفليكشن، اعطاني الانفليكشن بوينت بس، ما اعطاني شيء ثاني، يعني انا ليش بدي استفيد من الباقيات؟ هسه انا ممكن استفيد من ايش، من الستاندرد ديفيشنز الباقيات، في انه انا عندي موضوع الاريز، طبعا خلينا نحكي هنا ما قرأناهاش، انه زي ما حكينا بين
الميو زائد سيجما والميو ناقص سيجما اللي هي في منطقة في المنتصف هاي، ماشي. الكيرف او انه يعني احنا بالكيرف بتكون ايش ماشي لتحت، بينما لما على خارج او يعني على يمين الميو زائد سيجما وعلى الشمال ميو ناقص سيجما الكيرف بتطلع لفوق، ماشي. ومحل لما تتغير تصرف المنحنى بهاي الطريقة، هاي النقطة بنسميها ايش inflection points. تمام. هسا ايش حكينا عن موضوع انه لو اخذت كذا ستاندرد ديفيشن بعيد عن الميو، هذا الاشي شو راح يفيدني؟ راح يفيدني انه انا في عندي قيم جاهزة للمساحة بقدر اطلعها ايش من ورا معرفتي او يعني من ورا معرفتي للستاندرد ديفيشن. فانا مثلا لو بلشت هون عندي بميو، او خليني اكبرها، بلشت هون عندي مثلا ايش بميو، واخذت بعديها ستاندرد ديفيشن يمين واحد وستاندرد ديفيشن شمال، فصف عندي هاي المنطقة، ماشي. هاي المنطقة إلها قيمة محددة متعارف عليها مساحتها، يعني معروفة وثابتة دائما 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 تطلع مساحتها في أي منحنى normal distribution بنلاقيه حوالي 0.68، ماشي. إذا أخذنا كمان standard deviation وحسبناه مع هاي الأولى اللي شرح يعني هذا الجزء، توسعنا كمان ستاندرد ديفيشن فصار عندنا مساحة أكبر زي هيك، هاي المساحة بتوصل ايش 95%، ماشي. ولسه كمان أنا حابب لسه آخذ كمان ستاندرد ديفيشن، ماشي. ناخذ كمان ستاندرد ديفيشن، هاي الثلاث ستاندرد ديفيشن بعدنا عن الميو، وهاي المساحة صارت كلها حوالي ايش 0.997 بالألف. طب لو اخذت كمان ستاند ديفيشن، بتقدر راح تضلك تاخذ وتاخذ تاخذ. بس ليش مهمات هذول الثلاثه؟ لانهم اكبر قيم، والباقي ممكن تعتبره بعد الستاندرد ديفيشن الثالث، يعني كثير فرق ضئيل، يعني انت بس قاعد تزيد باجزاء من اجزاء من اجزاء الالوفات يعني. فممكن نحفظها هاي اللي هي قاعده ايش ال 68 95 99.7، ماشي، اللي هو أول ستاندرد ديفيشن ناخذه بعطينا مساحة 68% من كل المنحنى، حرفيا يعني 68% من كل المنحنى متواجد فقط بالمساحة بين اليمين وأول ستاندرد ديفيشن من اليمين والشمال. بعديها إذا أخذت كمان ستاندرد ديفيشن بغطي أنا حوالي 95% من المساحة هاي، ماشي. وإذا أخذت كمان ستاندرد ديفيشن أنا بكون فعليا مغطي قديش 99.7% من إيش من مساحة إيش المنحنى كليات، أو المساحة تحت المنحنى إيش هي ال subdivisions of the area under the normal curve. تمام. وهاي هسه راح احكي لكم على تطبيق منيح لإلها، لانه راح تقولوا هاي يعني بايش حنستخدمها فعليا، كيف راح يجي السؤال عليها. هون هسه راح نحكي عن ايش، او مش راح نحكي، احنا حكينا عن الميو، قلنا انها ايش عبارة عن المين، ماشي، وان هي بتيجي في منتصف النورمال ديستريبيوشن هذا. فهاي عندنا normal distribution عادي، وهي أخذنا المين تاعها أو الميو تاعها هو فعليا نقطة المنتصف تاعت هذا المنحنى. بنسميه أيضا هذا المين إيش location parameter، ماشي، هذا مسمى آخر للمين. ليش يعني طيب location parameter؟ أنا شايف إنه أنا وين ما بروح المين بروح معي الشكل. يعني أنا مثلا لو كان المين تاع شكلي او تاع النورمال ديستريبيوشن تاعي، ماشي، كان المين 10، ف مثلا راح يكون وين رايح بهاي الجهة، مثلا راح يكون موجود هنا الشكل، راح يكون هيك موجود الشكل. كان المين تاعي في السالب فانا بروح على الشمال هنا وراح يكون هنا شكلي. ليش؟ لانه اجباري اجباري هيك الشكل تقريبا اللي هو، ماشي، لانه اجباري اجباري إجباري إجباري المين يكون منتصف إيش النورمال ديستريبيوشن هذا. فأنا هون مثلا زي ما انتم شايفين في هذا الشكل، ماشي، إيش بغيره عن هذا الشكل
وايش بغيروا عن هذا، يعني هذول النورمال ديستريبيوشنز بايش بيختلفوا عن بعض؟ بيختلفوا بقيمه الميو او المين تاعيتهم. فهذا الشكل رقم 3 له اكبر مين، ماشي، ممكن يكون مثلا 100 ولا ايش زي هيك، عشان هيك رايح على اليمين. هذا الشكل ممكن يكون مثلا في العشرينات الثلاثينات، وهذا الشكل ممكن يكون ايش في السالب فرايح على الشمال. فعشان هيك انا بقدر اتحكم في مكان النورمال ديستريبيوشن بايش، بالمين، وانا بعرف وين مكانه بالمين. فاذا كان مثلا مين موجب وعدد كبير، انا بتوقع انه حيكون الشكل ايش جهة اليمين، واذا كان مين بالسالب انا بتوقع انه يكون الشكل او النورمال ديستريبيوشن وين في الشمال. طيب هذا بالنسبة للمين، فهمنا. شو بالنسبة للسيجما اللي هي ايش الشيب بارامتر، ماشي، احنا حكينا الستاندرد ديفيشن، قلنا وظيفته انه يبينلي قديش ايش مدى تباعد الفاليوز تاعت الديستريبيوشن هذا عن ايش، عن المين. فمنطقيا منطقيا، وانا شرحت لكم اياها هاي، انه انا لو كان عندي ستاندرد ديفيشن لسه كبير، ماشي، معناته البيانات تاعيتي متفرقه بشكل اكبر عن المين، ماشي. فانا هون عندي ايش، عندي هذا الشكل محدد، ماشي، كلهم لهم، او هذول الثلاث اشكال كلهم لهم نفس المين، نفس الميو، بس اللي بيفرق بينهم ايش، انه في واحد مدبب شكله اكثر، وفي واحد ايش ممدود اكثر، في واحد لسه ممدود لسه اكثر. اكيد بنقول احنا، او يعني بنكون حسب اللي فهمنا، انه والله هذا المدبب اكثر راح يكون الستاندرد ديفيشن تاعه ايش اقل، ماشي، من الثاني، ماشي. فالثاني لانه انا شايفه اول اشي متباعد بياناته كثير، الفاليوز تاعته متباعدة وشكله صار ممدود اكثر، وهكذا الثالث لسه هو ممدود اكثر الثالث. فأنا عندي يعني اللي بحدد الشكل تاع النورمال ديستريبيوشن تاعي، سواء أنا شكل النورمال ديستريبيوشن شوف بدي اياه مدبب ولا بدي اياه ممدود، ماشي، كشكل أنا بحكي كشكل مش كموقع. مين بيحدده هذا؟ هذا بيحدده ال ايش السيجما اللي هي الستاندرد ديفيشن. تمام، ممتاز. هسا هون زي ما حكينا انه different means but the same amount of variability، هون نفس المين بس بيختلفوا بالvariability، ماشي، او الstandard deviations. تمام، هسا normal distribution can have any mean and any positive standard deviation، ماشي. ممكن يكون المين عندي انا مثلا هون مثلا هدول الصورتين، ماشي، نفس المين، ليش؟ حوالي ايش 3.5 3.5، بس بيختلفوا ببعض بين بعض ايش بالسيجما. فانا عندي هذا 1.5، هذا ايش dispersed اكثر او متشتت اكثر، فشكله بيجي ايش ممدود اكثر. اما هذا السيجما تاعيته او الستاندرد ديفيشن اقل، فانا شايفه مشكل ايش ضاب على نفسه اكثر، ماشي، القيم اقرب لا ايش الميو اكثر. وهنا مثلا هذا اللي بيختلف، انه عندي نفس السيجما 7 بالعشرة، نفس الايش من ناحية هيئة الشكل نفسه، بس انا اللي بيختلف انه انا راح ايش لليمين، راح الشكل كله لليمين، او عفوا للشمال، راح الشكل كله للشمال بسبب تغير ايش الميو تاعيته صارت اصغر. تمام، خلينا هسه برضو نطبق على اللي حكيناه. فانا عندي هدول الشكلين، ماشي، الكيرفين A و B، ماشي. أنا بدي أعرف مين اللي عنده المين أكثر. المين طبعا بنطلع إحنا على إيش، على ال X، إيش على ال X axis. فا إحنا هذا بنعرف إنه المين هو منتصف هذا الشكل، والمين منتصف هذا الشكل. فإذا بدي أقارن بين 12 و15، أكيد 15 أكبر، ماشي. فإيش هيكون المين الأكبر لمين؟ لل A. ف curve A has a greater mean، لأنه إيش اللاين أوف سيمتري تاعه بيجي على حوالي 15، بينما B بيجي على حوالي 12. تمام، طب بالنسبة لإيش standard deviation، مين بهدول الشكلين عنده standard deviation؟ والله أنا شايف هذا شكله هيك مدبب، ماشي، ملموم على بعضه أكثر من هذا الشكل، هذا الشكل شايفه موزع أكثر وممدود أكثر، فمبين مين البيانات dispersed أو إيش متوزع أكثر، واللي هو اللي عنده واللي هو حيكون عنده لسه الستاندرد ديفيشن أكبر، فهو كيرف بي، ماشي.
بكون more spread out than curve A. تمام، هسا راح نحكي عن إيش، موضوع مهم جدا راح يمكننا فعلا نطبق عمليا على موضوع النورمال ديستريبيوشن. ماشي، فكنورمال ديستريبيوشن لحال ماشي ما بنقدر نستفيد منه بالقدر الكافي انه ممكن نستعمله بالشكل اللي هو موجود فيه. لازم نحول النورمال ديستريبيوشن لاي مثلا بحث عملناه او لاي علاقه او اي شيء عملناه، لازم نحولها لايش، للستاندرد نورمال ديستريبيوشن. ماشي، شو الستاندرد نورمال ديستريبيوشن؟ هو عباره عن نورمال ديستريبيوشن عادي، لكن انه بكون المين تاعه بالضبط على الصفر. ماشي، فهي زي ما انتم ملاحظين المين تاعه وين، بالضبط على الصفر. اوكي، والستاندرد ديفيشن تاعيته بالضبط واحد. فاذا انا اخذت هنا واحد، زحت واحد لليمين زحت واحد للشمال، راح الاقي ايش الانفليكشن اللي هم inflection points. ماشي، وهنا برضو كمان راح الاقي ايش الانفليكشن بوينت. تمام، التوتال اريا للساتو 1 زيه زي باقي اي الاشكال اللي اخذناها خلال هذا الكورس. طب انا ليش بدي احول هذا الاشي؟ اول اشي ليش بدي احول اي نورمال ديستريبيوشن بشوفه ل ستاندرد نورمال ديستريبيوشن؟ لانه اسهل الي للتعامل. فأنا على Standard Normal Distribution في عندي جداول جاهزة بقدر أطلع منها مساحات، بينما أنا فوق قعدت أقول إنه عندي مثلا هاي المساحة أخذناها أنا، أو هاي المساحة أنا بنعرف إنها هالقد قيمته، هاي هالقد قيمته، هاي هالقد قيمتها. طب أنا بلكي أخذت أي منطقة في الكيرف وقلت لك أحسب لي مساحتها، كيف حتعرف على Normal Distribution العادي؟ ما بتقدر تعرف. فإحنا نحول لشكل أبسط اللي هو Standard Normal Distribution. ماشي، طبعا كيف نحوله؟ أي قيم أو جميع قيم X خلال هذا المنحنى، أول إشي بنجهز قبل ما نحول حتى قيم X، بنجهز منحنى بحيث يكون إيش عندي الزيرو. ماشي، اللي هو إيش، أنا عارف إنه هنا حيجي إيش المين تاع، أو اللي هو المين تاع الشكل الجديد لما بدي أحوله مثلا من نورمال عادي. ماشي، بدي احوله ل ايش الستاندرد نورمال ديستريبيوشن، فلازم اكون مجهز انه عندي انا المين 0. ماشي، وعندي الستاندرد ديفيشن 1. ماشي، وبرسم الرسمه، وبعديها اي قيمه انا مثلا عندي اياها على الكيرف القديم. ماشي، مثلا عندي كان بالكيرف القديم قيمه عند مثلا هنا نقول هاي كانت اكس. ماشي، هون الاكس حضلها زي ما هي اكس؟ لا طبعا مش حضلها اكس، لازم نروح ايش نحولها ل قيمه ثانيه بنسميها ايش زد. فهنا كانت اكس، ماشي، هون بتصير زد. ماشي، فاي قيمه موجوده عندك فتحت هذا المنحنى النورمال ديستريبيوشن لازم نحولها لزد اول عشان تصير ايش ضمن الستاندرد نورمال ديستريبيوشن. طريقه التحويل عن طريق هاي المعادله، ماشي، اللي هي انه الاكس ناقص المين تقسيم ايش الستاندرد ديفيشن. بكل بساطة، فأنا بجيب الاكس بحولها ايش ل زد عشان يناسب الستاندرد نورمال ديستريبيوشن. طيب هسا زي ما حكينا هنا، ماشي، انه لازم نحول الفاريبل اكس، ماشي، ل زي سكور. ماشي، اللي هو الزي اللي احنا حكينا عنها، وهيك بصير ايش عندنا ستاندرد نورمال ديستريبيوشن. فانا عندي هون النورمال ديستريبيوشن عادي، بدي اجي احوله انا لكل قيمه، باجي بحدد بقول انا انه السيجما لازم تكون واحد جاهزه، الميو لازم تكون صفر جاهزه، بس بضل عندي اذا في عندي اي قيمه هون مثلا هون اكس، او هون انا عندي اكس صغير، ماشي، ما بقدر اعرف قيمته هون الا لما مرقها في المعادله واحولها لزد مش لاكس. تمام، هسا واحنا قلنا انه ليش اهميه او ليش فائده نحوله لستاندرد نورمال ديستريبيوشن، لانه نقدر نستعمل جداول جاهزه لحساب المساحه اسمها ستاندرد نورمال تيبل. ماشي، تو فايند ذا كوميوليتيف ايش اريا اندر ذا ستاندرد نورمال كيرف. هسا بالنسبه للبروبرتيز تاعت الستاندرد نورمال ديستريبيوشن، ماشي، ف كخصائص كمان ثاني غير اللي حكيناها انه الميو صفر والستاندرد ديفيشن واحد، انه انا في عندي زي سكورس زي ما قلنا، ماشي، او يعني بدل الاكس كله زي. ماشي، بالعاده النورمال الستاندرد نورمال ديستريبيوشن زي ما انتم شايفين في الرسمه هاي منتهى حوالي تقريبا الثلاث. ماشي،
وراح تلاقي حتى لو هنا كان في عندنا أرقام برضو حتلاقيه من حوالي تقريبا 3، ماشي؟ لأنه تقريبا احنا بنقول ما بلامس بالضبط، لأنه يعني ما بوصل للزيرو بالضبط، بضله ماشي الكيرف، بضله ماشي، بس احنا نقول انه في حوالي ايش الثلاثة سالب 3.49%، هاي لما نحولها لزي مش لاكس، ماشي، مفروض يكون الاريا عندها ايش equals to zero. طب كيف يعني equals to zero؟ عشان اوضحها خلينا نشوف المثال بعديها. انه احنا لما طيب يعني هنا عند الشمال ماشي اللي هي بالسالب ماشي 3.49 سالب، هنا الاريا زيرو. طيب مثلا نقول عند الاريا المقابل بالضبط الموجب تاعتها اللي هي ايش 3.49 عادي، ماشي، احنا ناخذ هنا 3 ايش بوينت 49، هنا قديش المساحة؟ هون المساحة اللي هي تساوي تقريبا 1، لأنه إيش؟ أنا كأني بمشي من الشمال لليمين وأنا في المساحة، فبلش من عند نقطة الصفر اللي هي تقريبا إيش؟ زي بوينت أو زي اللي هي 3.49 ماشي السالب، بمشي وبتزيد مع المساحة، بتزيد، توصل نقطة الموجبة تاعت هاي الزد ماشي، أو يعني اللي هي أقل قيمة، أوصل النقطة الموجبة تاعتها، وهون أنا بكون غطيت كل مساحة المنحنى، بتصير 1. فا هيك يعني هاي من ال properties تاعت ال standard normal distribution، ماشي. فزي ما قلنا انه لما يكون الزد تقريبا يساوي سالب 3.49 بكون الاريا حوالي ايش كلوز تو زيرو، وبضله يزيد الاريا يزيد الاريا واحنا رايحين من الشمال لليمين، حتى يوصل مثلا لما نوصل زد ايكوالز زيرو، زد ايكوالز زيرو، ركزوا ماشي، اللي هي نفسها الميو، مش احنا قلنا الميو تاعت النورمال ديستريبيوشن او الستاندرد نورمال ديستريبيوشن المفروض تكون زيرو، ماشي. فلما اوصل لهون احنا مش حكينا انه هاي نقطة بوينت اوف سيمتري، فمساحة هذا الشكل تساوي مساحة هذا الشكل. طب اذا كل مساحة واحد معناته هذا اكيد مساحته حتصير نص، وهذا اكيد مساحته حتصير نص. فيس الاريا لحديت لما زد يساوي صفر ماشي اللي هي نص، لما زد يوصل ل 3.49 انا تقريبا بقول close to 1، فأي area close to 1 عند هاي نقطة. تمام. كل هذا هسه شو راح يفيدنا؟ بفيدني انه انا لما اجي اقول والله ما بدي ما بدي احسب على standard، او يعني ما بدي على التزم قيمة محددة، بدي اعطيك اي قيمة انا في المنحنى مثلا هاي القيمة، وبدي تحسب لي كل ايش المساحة اللي على الشمال هذا المنحنى. تمام، انا بقول لك ما دام الامور على الستاندرد نورمال ديستريبيوشن انا بقدر احسب لك اي مساحه بدك اياها. كيف؟ انا مثلا سالني سؤال، اعرف الكوميوليتيف اريا لما يكون الزي سكور عندي ايش، معطيني الزي سكور جاهز، فيش داعي انه اكس، ما اعطاني منحنى، كان هذا المنحنى مثلا نقول هذا المنحنى هيك ماشي، وكان فيه مثلا هنا نقول رقم معين وهنا اكس ماشي، وانه الاكس لسه بدي احولها للزد، لا محول لي اياها جاهزه. قال لي هيا معلم عندك الزي سكور هالقد، بس انا بدي اعرف المساحه الاريا اللي على الشمال هذا الاشي ماشي. طبعا هو ما بقول على الشمال تلقائيا، لما يقول لك يسالك عن مساحه نقطه معينه ماشي، او probability تاعت هاي الاشي او يعني الاريا ماشي، المهم انت على طول بتاخذ ايش المساحه اللي شمال هاي النقطه كل شمالها ماشي. طب انا هنا مطلع الجواب على طول انه الاريا هالقد، طب كيف عرفت؟ ما انا بقول انه اذا الزي سكور معي ماشي اللي هو 1.15 ماشي، بروح على ايش الستاندرد اللي هو الستاندرد نورمال تيبل ماشي، بروح بمسك اول اشي ايش العمود الايسر ماشي، او العمود يعني العمودي، ببلش فيه بدور وين القيمة تاعيتي اللي انا حكيت عنها اللي هي 1.15، بدور هاي 1.1 قربت، طيب بس ضايل ايش 5%، 5% وين بدور عليها؟ بدور عليها فوق 0%، 1%، 2%، 3%، 5%، هاي 5%، وين نقطة التقائهم هذولا الاثنين؟ عند 8.7 او 0.8749.
هيك الجدول ريحني بكل بساطة وقال لي هاي هي مساحة الاريا اللي على شمال ايش هذا الرقم بس. فاحنا ليش نوجع راسنا ونحول للستاندرد نورمال ديستريبيوشن الا عشان بكون في عندي جدول جاهز زي هيك، بس باجي على القيمة تاع او الزي سكور تاعي باخده وبقول وين هذا الزي سكور، شو بعطيني بالتقاطع لما اعمل هيك؟ بعطيني هذا القيمة، هاي القيمة اللي هي نفسها ايش الاريا اللي على شمال الزد سكور. تمام. فإنه the area to the left of z إنه هذا الرقم اللي طلعناه. تمام، هاي كمان مثال. هاي المرة إيش أعطانا إيش القيمة أو z score بالسالب، بسيط عادي. في برضو عنا الجدول شامل كامل ما بنقص أي شيء، يعني مفروض الدكتور كمان يعطينا يكون الجدول جاهز. وأنا بمشي من الشمال أو العمودي زي ما قلنا، بنقي هي 0.24، فأنا بلاقي 0.2 هون، بضل عندي 4%. هاي 4% بمشي فوق، هاي 4% تقاطع بين هدول بعطيني إيش هذا رقم. هذا رقم بكون هو الأريا على شمال سالب 0.24. تمام. طب الأمور بهالبساطة هاي. احنا تقريبا خلصنا المحاضرة هاي. هون بس بعيد كمان مرة بقول انه اذا عنا مثلا اريا معين بدنا نحسب، اول شيء نحدد اذا على شمال النقطة ولا يمينها. تلقائيا اذا سأل فانا بسأل عن الاريا اللي على شمال النقطة، ماشي؟ الا اذا حدد وقال انا بدي يمين النقطة هاي، هون ساعتها اشي ثاني، ماشي؟ فاذا كان على الليفت تو ذا اريا، فاحنا بنطلع من الستاندرد نورمال تيبل على طول وخلص. انا عندي 1 بوينت هاي، هذا رقم بدور عليه في الجدول هذا، وبعطيني المساحه اللي على شماله على طول مباشره من دون ما اتغلب. طب بلكي قال لي انا بدي المساحه اللي يمينه، ماشي؟ فهاي بنيجيها منطقيا. احنا قلنا انه كل مساحه الشكل اصلا كلها على بعضها انها ايش قديش بتكون؟ واحد، ماشي؟ تساوي واحد. فانا دائما في العاده باجي ايش بقول، انا بحسب لك مساحه الشمال او المساحه الشمال لهذا الرقم. طب طلعت مساحه الشمال رقم هذا الرقم قيمه معينه، ماشي؟ ما بقدرش اعرف اليمين بما انه كل مساحه الشكل تساوي واحد. طبعا بقدر اعرف انه انا بعمل واحد ناقص القيمه اللي طلعتها هنا اللي هي المساحه الشمال، ماشي؟ نسميها مساحه شمال. القيمه بعطينا ايش اللي هي مساحه يمين. فبقول لك هنا to find the area right to the right of z، ماشي؟ بنستعمل الستاندرد نورمال تيبل عشان نطلع الشمال اول، to find the area that corresponds to z، ماشي؟ الشمال. بعديها بنجيب ايش subtract اللي هو انه القيمة اللي طلعت معانا من واحد، فواحد ناقص القيمة اللي طلعناها اللي هي الشمال بعطينا قيمة المساحة على يمين النقطة. تمام. طب انا مثلا ما بدي يمين النقطة، اعطاني نقطتين وقال لي طلع لي المساحة بينهم. برضو بكل بساطة في طرح في الموضوع، انا اخذت بطلع على هذا الرقم مثلا وهذا الرقم، بطلع المساحة على شمال هذا الرقم اول، ماشي؟ من خلال الجدول، وبطلع هذا الرقم المساحة على شماله برضو من خلال الجدول. طب انا كيف بدي اعرف القيمة بينهم؟ عادي، باختصار، بس بختصر مساحات، بختصر مساحة الكبير من مساحة الصغير، ماشي؟ وبعطيني المساحة اللي بينهم. هاي بكل بساطة، وفي امثلة عليها هنا. فانا مثلا هنا هنا حدد قال to the left of z، ماشي؟ لا هذا الرقم، فانا بدور عليه بقول هي هذا الرقم، بدور عليه في الـ standard normal table، ماشي؟ وطلع معاي الرقم او قيمة المساحة هالقد، ممتاز. طيب انا اعطاني رقم ثاني وقال لي لا انا بدي اياه to the right of z، ماشي؟ اخذت هذا الرقم بدور على الجدول بعطيني قيمة هالقد، هاي القيمة اللي هي مساحة اللي هي على شمال هذا الرقم، بس لا انا بدي اللي على اليمين. فبروح شو بسوي؟ بعمل واحد ناقص هذا الرقم وبعطيني ايش اللي هو ايش المساحة اللي على يمين هذا الرقم. تمام. وهون بالنسبة لايش مساحة محدد مثلا بين نقطتين، فانا بطلع اول اشي اول نقطة هي المساحة على شمالها هالقد، تمام؟ بطلع ثاني نقطة مساحة اللي شمالها اللي بتشمل برضو مساحة الأصغر منها برضو هالقد، ماشي؟ باجي بطرح الكبير من الصغير وبعطيني ايش القيمة ايش جاهز اللي هي هاي المساحة بين المساحة بين هدول ايش القيمتين. تمام. هسا هون معطيني مثال
يعني كيف بدي اعرف انه المثال، انا هذا المثال بهمني انه احله على طريقه النورمال ديستريبيوشن لانه بيشبه بعض الامثله. ماشي، بلش بيحكي عن انه ستادي اوف تشيلدرن، انه بنتابع قديش ايش قديش انه التشيلدرن سبيند تايم اب ان ابرايت بوزيشن. ف بيحكي 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 بالاخير بقول لك انه ايش followed a normal distribution. ما دام جاب سيرة الموضوع normal distribution خلص انت عارف قوانينها، انت عارف موضوع الميو، عارف موضوع الستاندرد ديفيشن، كل هالقصص. ماشي، فعلى السريع هو برضو كمان بلش يعطيك ويقول لك المين 5.4 والستاندرد ديفيشن اللي اسمها ايش 1.3. جميل، شو اللي طالبه؟ طالب probability. ماشي، انه probability تاعت ظهور طفل ماشي spends less than 3 hours in the upright position. less than 3 hours يعني ايش؟ يعني يعني انا ما بدي بس اللي بصرفه، مثلا ما بدي بس اللي بصرفه ساعة نص جدول هيك، ما بدي بس اللي بقعده ساعة ولا بدي بس اللي بقعده ساعتين، بدي الناس اللي بتقعد ثلاثة واصغر. فكل هاي القيم، كل هاي الكونتينيوس فاليوز اللي عندنا ملايين ملايين من الفاليوز ممكن يصح لنا عادي، فانا بدي اطلع البروبابيليتي تاعيتها ابتداء من هون وعلى شمالها. ماشي، ف حرفيا نفس حساب مساحة ايش الشكل هذا اللي هو على شمال الشكل زي ما حكينا. ماشي، ف وانا كيف عرفت انه نورمال ديستريبيوشن وكل هالشغلات؟ لانه هو بقول لك فولو ذا نورمال ديستريبيوشن. فاول ايش بنجيب الجراف تاعتنا اللي بدنا نشرح عليها، حكينا انه المين 5.4 ماشي، وحكينا الستاندرد ديفيشن 1.3، هاي 1.3، وعندنا القيمه اللي احنا ايش بدنا نركز عليها بنشوف مساحه المنحنى على شمالها اللي هي 3. ماشي تمام، طب انا بقدر اروح هسه عن نورمال ديستريبيوشن، عن نورمال ديستريبيوشن تيبل واقول وين 3 وهات يلا بدي اطلع هسه وين 3 هون. ماشي، لا طبعا. ليش؟ لانه هذا الجدول مش مصمم الا للستاندرد نورمال ديستريبيوشن، فانا بروح بدي احول هذا الشكل للستاندرد نورمال ديستريبيوشن. فانا بحول على طول بقول الميو تساوي ايش؟ صفر، هيا صفر. ماشي، الستاندرد ديفيشن لازم يكون واحد، اي واحد ما في داعي حساب، بس انا هيك بقول انه يعني بحط في بالي انه لازم من هسه اعتبر انه الميو صفر والستاندرد ديفيشن واحد. مين اللي بده حساب؟ الثري هاي المسكينه. فبروح انا على المعادله بقول انه اكس، وين المعادله؟ ماشي، بقول انه ايش عندنا اكس اللي هي هذا الرقم اللي التلاتة ماشي ناقص الميو ماشي اللي هي قديش؟ حوالي حوالي 5.4 تقسيم الستاندرد ديفيشن 1.3، بعطينا قيمة بالسالب اللي هي هاي القيمة. ماشي، هاي القيمة هاي القيمة بقدر ادور عليها في الايش؟ في نورمال ستاندرد نورمال تيبل. ماشي، باجي بدور بقول عندي 1.8، بدور على هون اول اشي على 1.8. ماشي، هون بدور على 1.8، بعديها ايش؟ بدور فوق على 5%. ماشي، فانا هون لقيت 1.8، حلو، بدور على 5% فوق بلاقي وبعمل تقاطع وبطلع معاي ايش؟ المساحة اللي على الشمال ايش هذا الرقم. ماشي، وهيك عملنا. فهي الجواب نفس الشيء، احنا بدنا نحولها لزي سكور بدل من اكس، فاحنا الثلاثه بدنا نحولها، فبنطرحها من 5.4 بعديها بنقسمها على الستاندرد ديفيشن بعطينا هالقيمه. هالقيمه بروح بدور عنها في الجدول بتعطيني ايش؟ مساحه جاهزه ما فيش داعي احسبها اللي هي هاي المساحه. ماشي، فهاي هي المساحه اللي هي البروبابيليتي ماشي اقل من 3 ساعات. ماشي، يعني انا بدي من 3 ساعات وايش واقل، فانا اخذت ايش المساحه اللي على شماله كلها اللي هي بتمثل يعني 3 واقل. تمام. هسا خلينا يعني ما ضلش شيء في المحاضره، خلينا نحكي هسا عن probability. عن هون برضو برجع بعيد بقول انه انا اذا بدي probability لx في given interval ماشي في مثلا هاي الانترفال، فانا لازم احسب ايش مساحه x او مساحه الكيرف هذا من ايش ابتداء من هاي النقطه
اللي هي مثلا في هاي الحالة ايش؟ حوالي 600، تمام. بس احنا قلنا لازم نحولها لستاندرد نورمال ديستريبيوشن، جميل. بس انا مثلا لو كان عندي مثلا زي هذا السؤال، ماشي، وقال انا عندي هذا النورمال ديستريبيوشن، تمام، ماشي، وقال لي النورمال ديستريبيوشن تاعه السيجما تساوي ايش؟ 100، تمام. بعديها قال لي انا بدي القيمة او بدي ايش ال probability، ماشي، او ال area، ماشي، بين حوالي 100 وسالب 100. بس وهيك قال لك انا من معطيات السؤال بعرف انه هاي الباوندريز محددة بالايش؟ محددة بالايش؟ بالستاندرد ديفيشن عندي، وانا اخذت فوق على الرسمات، ماشي. طبعا هاي ترك، يعني اذا جابها بالامتحان يعني ما بعرف، بس انه لازم يعني اشرح لكم اياها، اللي هي انه لو جاب مثلا قال انه انا بدي اياها بين سالب 100 و100، ماشي، واحنا اعطانا في السؤال فوق انه ال 100 نفسها الستاندرد ديفيشن، فانا من هاي الرسم اللي اخذتها انه نسبة 68% بين اول الستاندرد ديفيشنز، ماشي، فانا على طول بقدر اجاوبه واقول له انه المساحة عندك انه الجواب، بقول له او probability مثلا لا اكس، ماشي، بقول انها بالضبط اللي هي قديش قلنا 68%، بس عشان اتأكد اللي هي 68%. فممكن يعني من دون ما احول النورمال probability نورمال ستاندرد او الستاندرد نورمال ديستريبيوشن، ممكن اخذ القاعده تاعت 68 95 97 او اللي هي اللي اخذناها فوق، واحل فيها بهالسرعه هاي، تمام. هسه احنا حكينا انه اعطانا الزد زد سكور، ماشي، وقال احسب لنا البروبابيليتي. لو اعطانا العكس، هسه لو اعطانا ايش البروبابيليتي وقال انا بدي اياك تطلع لي مثلا زد سكور او تطلع لي الاكس، ماشي، شو راح اسوي؟ راح اعكس العمليه. فانا هون معطيني المساحه على طول اللي هي نفس البروبابيليتي، لما انا احكي مساحه يعني نفس البروبابيليتي، ماشي، فانا معطيني هون المساحه اللي على شمال المنحنى على طول، ممتاز، هو مريحني ومعطيني انها على شمال المنحنى. فانا بروح على بدور على الجدول، بس بدل ما ادور على ايش، بدل ما انه بدور اول اشي هون بهدول الاعمده، ماشي، بدور لا بين هدول الارقام، رقمي بلاقيه، بشوف وين هو، تقاطع هاي مع تقاطع هاي، ماشي، تقاطع ثلاث سالب 3 بالعشرة مع 5%، يعني سالب 35%، وهذا ايش اللي هو بعطينا زد سكور، تمام. بس ملاحظة قوية، ممكن يعني كتريك، ما بعرف اذا حجيبها، بس ممكن يسألني مش اعرف لي find the z score. لو حكالي مثلا قال لي اعطيني ايش ال x او اعطيني ال x، ماشي، ال x ما بتنتهي خطوتها مجرد ان انا عرفت ال z score اللي هو هذا، لا، لازم ارجع بالمعادلة زي ما هنا كاتبين، انا مشيت بال probability لل z ولازم ارجع من ال z لل x. فكيف ارجع من الزد للاكس؟ برجع على هاي المعادله، ماشي، اللي هي تاعت وين راحت هايها، ماشي، برجع وبعكسها بحيث انه يطلع عندي ايش، يطلع عندي قيمه اكس وبعطيه الجواب. فاحنا نركز على هاي الشغله، هاي ممكن يعني تيجي تريك، ماشي، انه بدل ما يسالني شو الزد فاليو او زد سكور، ماشي، ممكن يسالني الاكس سكور، فهنا انا بعطيني خطوه زياده على الموضوع، بس لا اكثر. زي لما مثلا بعطيني خطوه زياده وبقول لي مثلا انا اعطيتك ايش مساحه يمين المنحنى او يمين النقطه، فانت بتروح بتطرحها من واحد عشان تطلع الشمال، بعد ما تطلع الشمال بدور عليها في الايش في الجدول، ماشي، لقيناها النقطه، بعدين بتشوف هي تقاطع ايش مع ايش، هاي بتعطينا الزد سكور يساوي هالقد، ماشي، وانتهى الحل بكل هالبساطة هاي. فالشغلة المحاضرة كثير بسيطة وسهلة وما بدها اشي، بس بدها فهم سريع، والتركات يعني اللي انا يعني حاسسها ممكن تنجاب فيها هي فقط، يعني ما صعب يعني يتوسع فيها كثير، بس انه المحاضرة سهلة الحمد لله وبسيطة وبتعتمد على الأشكال بشكل كبير. يا رب ما أكون اتأخرت عليكم وأكون وضحت كل إشي يعني، وبالتوفيق إن شاء الله ويعطيكم العافية.